قصص عربية أصدقاء إلى الأبد. في يوم من الأيام عاش هيوجو وإلسي في قرية صغيرة، وكان نادراً ما يفترقان عن بعضهما البعض. إلسي انظري، قزم ملك، ألا يبدو قوياً؟ سأكون ملك الأقزام. أترين أذناي المدببتان؟ حسناً، أستطيع أن أكون هذه الساحرة. كان من أشد الأصدقاء، ولا أحد يستطيع تفريقهما. لكن على عكسهما، بمكان آخر في أعماق الغابة كان يعيش القزم كوبي الذي لا يمتلك أي أصدقاء. أمي، لنخرج اليوم لمشاهدة جنيات التوت. أو كوبي، ألا ترى أنني مشغولة الآن؟ لا أستطيع الخروج معك. إذن ماذا لو قمت بالخروج وحدي؟ عزيزي، لقد أخبرتك عن الغيلان الشريرة الجائعة التي تجوب الغابة خاصة في الليل. أعرف ذلك، لكن أنا سأكون حذراً. أنا آسفة كوبي، لكنك لن تخرج. لم لا تلعب بإحدى ألعابك؟ حسناً يا أمي. لاحقاً جاء كوبي ليرى أمه. أمي، هل الطعام جاهز؟ أمي نائمة؟ هذه فرصتي، يجب أن أخرج الآن. تسلل كوبي بهدوء إلى خارج المنزل ورحل سريعا، وتجول حتى وصل إلى القرية. الكثير من الناس، أنا لم أرى قرية البشر هذه من قبل. ها؟ رأى كوبي هيوجو وإلسي يلعبان معا. أطفال، سيكون من الرائع لو أصبحت صديقهم، لكن كيف؟ هيوجو، اذهب واختبئ بينما أعد لعشرة. ها، لن تستطيع إيجادي. عندما أغلقت إلسي عيناها، كانت فرصة مناسبة لكوبي ليقترب منها. ألقى كوبي تعويذة عليها، وسرعان ما لحقت به بسهولة. بعد فترة شعر هيوجو بالملل وخرج من مخبئه. إلسي، غريب، هل عادت إلى المنزل؟ كانت إلسي مع كوبي الذي أخذها إلى مكان آخر، وكونه قزم صغير كان سحره ضعيفا، وسرعان ما زال أثر التعويذة. اسمي هو كوبي، وأنا أريدك أن تلعبي معي. ماذا؟ لكن أنا لا أعرفك، لا أريد أن ألعب، أعدني إلى المنزل. لا، رأيتك تلعبين مع ذلك الصبي، لذا يمكنك أن تلعبي معي. هيا، لا داعي للغضب، دعينا نلعب. كوبي أراها الكثير من الفراشات الجميلة، وقدم لها الشوكولاتة اللذيذة، حتى إنه قد حاول جاهداً إضحاكها. لكن إلسي كانت خائفة وحزينة، لم تكن تعرف أن كوبي فقط يريد اللعب، كانت تظن أنه قزم شرير اختطفها. إذن لا فائدة، لقد جربت كل شيء، لم تضحكي حتى. أريد أن أعود للمنزل. أعتقد أنني قمت بأمر خاطئ. أترين، أنا لا أملك أصدقاء، وأردت فقط أحداً لألعب معه. أنا آسف جداً. بسماع هذا فكرت إلسي. لا يبدو أنه بذلك السوء، لكن لا أستطيع أن أثق به. ربما إن لعبت معه سيعيدني للمنزل. حسناً، سألعب معك، لكن ستعيدني للمنزل لاحقاً. كان كوبي سعيداً جداً، ووعدها أن يعيدها إلى المنزل، وهكذا لعب معاً. في تلك الأثناء أخبر هيوجو الجميع أن إلسي مفقودة، وبدأوا بالبحث عنها على الفور. إلسي! إلسي، أين أنت؟ كان الجميع قلقين وبحثوا لساعات حتى حل الظلام، وأخيراً عادوا إلى المنزل حزينين. اعتقد والداها أن الأشرار قد أخذوها، لكن هيوجو
اعتقد أن إحدى الكائنات السحرية قد أخذتها. أما في حقل الورود، نظرت إلسي إلى السماء. كوبي، يجب أن تعيدني الآن، لقد حل الظلام. الظلام؟ لكن منزلك بعيد جداً الغيلان تتجول في الليل. بدأ كوبي بالبكاء. حسناً، لا بأس، لنبحث عن الطريق غداً. أما الآن فلنجد مكاناً للنوم. الغيلان عمالقة ولن تستطيع إيجادنا إن اختبأنا. مشى الاثنان معاً لبعض الوقت حتى وجدا شجرة خاوية. تسلل إلى الداخل واستعد للنوم. في تلك الأثناء لم ينم هيوغو، كان يفكر بيأس في إلسي. يجب أن أجدها، الكل نيام، سأذهب الآن. تسلل إلى الخارج وذهب للبحث عن صديقته. في الصباح التالي عندما استيقظ كوبي وإلسي، طلبت منه أن يعيدها إلى المنزل. المنزل؟ ولم لا نلعب أكثر؟ أنا أعرف مكاناً ستحبينه بالتأكيد. لكن كوبي، يجب أن أعود للمنزل. لا تحبين اللعب معي، أليس كذلك؟ لا، غير صحيح، أنا أحب اللعب معك. حسناً، لنذهب إلى هذا المكان الجديد. في هذه الأثناء وصل هيوغو إلى حقل الورود. أليست تلك شريطة إلسي؟ ماذا لو؟ لا، يجب أن أفكر بإيجابية. لابد أنها سقطت منها وعلقت بين الشجيرات. يجب أن أجدها. أكمل طريقه آملاً بالأفضل، بينما كوبي كان يأخذ إلسي عبر غابة مظلمة. كوبي، إلى أين تأخذني؟ لقد وصلنا، أغمضي عينيك. ممسكاً بيدها، عبر كوبي من بين الشجيرات الكثيفة. الآن افتحي عينيك. ظهور دوار الشمس. نعم، أحضر كوبي إلسي إلى حقل ضخم من دوار الشمس. كانت الأزهار الجميلة تملأ المكان كله، واستمتع الطفلان كثيراً معاً باللعب. في هذه الأثناء وصل هيوغو إلى الشجرة الخاوية. هذه شريطة إلسي مجدداً. لا، ماذا لو أخذتها جنية شريرة أو خدعها غول ما؟ بدأ بالإسراع في البحث عنها. كان كوبي وإلسي يلعبان بسرور، لكن سرعان ما حل المساء. كوبي، يجب أن أعود للمنزل الآن. الآن؟ لماذا؟ لا يمكننا أن نلعب قليلاً بعد. انظر، إذا حل الظلام سوف تخرج الغيلان حينها. أنت لا تريد ذلك، صحيح؟ حسناً، لنعود إلى الغابة ونجد شجرة أخرى لنبيت فيها. وافقت إلسي، آملة أن يعيدها إلى المنزل في اليوم التالي. لكن عندما استدار ليغادر، بدأت الأزهار تهتز. ما هذا؟ ربما فأر. إنه غول. لا تخافا، أتجول فقط في الأنحاء. هاي، يبدو أنكما مستمتعان. أتمانعان انضمامي؟ واسمي هو جيمي. انتظر، أنت تريد أن تلعب معنا؟ لكن ألا يفترض بك أن تكون شريراً؟ بالطبع لا، أعرف أن الجميع يخافون مني لأنني غول، ولكن أريد أصدقاء. هو مثلك تماماً يا كوبي. حسناً، إذن أعتقد أن بإمكانك اللعب معنا. حقاً؟ رائع. وهكذا لعب الثلاثة معاً. كان هيوغو قد وصل إلى الغابة المظلمة وكان يتساءل عن مكان إلسي. أرجو أن أجدها قريباً. ماذا لو تأذت؟ ماذا لو؟ لا! إلسي،
أسرع وعبر الشجيرات الكثيفة فوجد إلسي منزعجة. خسرت! ليس عدلاً! إلسي المسكينة، بإمكانك المحاولة مجدداً. إلسي، ماذا تفعلين؟ من هؤلاء؟ هيوغو! لقد جئت لتجدني! اشتقت لك كثيراً! هذان صديقان الجديدان، كوبي وجيمي، هما لطيفان! كان هيوغو مصدوماً لرؤيتها تلعب مع غول وقزم. عندما رأى كوبي سعادة إلسي لرؤية هيوغو، أحس بالذنب الشديد نحوها. إلسي، أنا آسف حقاً لأنني قمت بإبعادك عن أصدقائك وعائلتك. لا بأس يا كوبي، في النهاية كل شيء بخير، صحيح؟ حسناً، ليس فعلاً، ما زال علينا العودة إلى المنزل، وطريق العودة طويل. انتظر، ربما أساعدكم. هذه قبعة سحرية، عندما أهز الجرس وأتمنى أمنية ستتحقق. بإمكاننا العودة إلى المنزل، لكن إذا كانت سحرية فلما لا تتمنى أحداً تلعب معه؟ هذه ليست الطريقة الصحيحة لاكتساب الأصدقاء. على كل، أيها الجرس، أتمنى الذهاب إلى منزل إلسي وهيوغو ومع كوبي. اهتز الجرس وسرعان ما وجدوا أنفسهم في حديقة هيوغو. لقد عدنا! ياه، لكن لابد أن أهلنا والجميع قلقين. إنهم كذلك. جيمي، هل يمكنك أن تتمنى أن ينسى الجميع اختفاء إلسي؟ تمنى جيمي ذلك وهز الجرس، فنسي أهل القرية ما حدث. أنا أريدك أن تفعل ذلك لوالدتي أيضاً. تمنوا ليلة سعيدة وافترقوا. منذ ذلك اليوم لعب الأربعة معاً كل يوم، وأصبحوا من أشد الأصدقاء، مما يثبت أن الصداقة لا تعرف الحدود، فمهما كان الشخص مختلفاً، الصداقة الحقيقية ستتغلب على ذلك.